مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم معانا ويوم جديد مع زينه بطعم البيوت. وعشان يوم الجمعه يوم مميز جدا، فدايما فقراتنا كل يوم جمعه بتكون فقرات قيمه وهادفه ومميزه. يوم الجمعه ده هو العيد الاسبوعي والاجازه الاسبوعيه لكل افراد الاسره. يا رب دايما فقراتنا تنال اعجابكم ورضاكم. في البدايه طبعا برحب بزميلتي دعاء. اهلا بيكي يا دعاء ويوم جديد. اهلا بيكي وحلو عيد، عيد اسبوعي. ايوه اجازه سعيده يا رب على الناس جميل. وإحنا بنكون سعداء جدا بلقائكم اليومي عبر البرنامج ده، وفقراتنا إن شاء الله تنال إعجابكم، ونحاول إن إحنا نقدم أي معلومة تفيدكم. هنديكم فكرة سريعة عن مواضيع اللقاءات النهاردة، وأول لقاء دايما بيكون مع حنان. حنان موضوعه إيه؟ أول لقاء يا دعاء زي ما بنقول ليوم الجمعة هو التجمع لكل أفراد الأسرة المصرية. النهاردة هنتكلم عن التربية السليمة وأسس التربية السليمة. بالتأكيد كل أب وأم دايما هدفهم إن هم يربوا أبنائهم أحسن تربية علشان يشوفوهم في المستقبل بإذن الله شباب جميل وشباب صالح. النهاردة هنتكلم عن أسس التربية السليمة في مرحلة الطفولة، لأن هي اللي هتوصلنا لمرحلة مراهقة سليمة نقدر نتعامل فيها مع أولادنا، وما بعد المراهقة في الثانوية العامة وبعد ما يتخرجوا من الكليات إزاي نحاول بقدر الإمكان نكون شركاء لأولادنا في اختياراتهم. وأنا بقول شريك وليس بالأمر أو بالنصيحة المباشرة، ولكن نكون شركاء لأولادنا في اختياراتهم لكلياتهم ولوظائفهم ولشريك الحياة في المستقبل. هنتكلم عن التربية السليمة ومفهومها، يا رب إن شاء الله تكون فقرة تنال إعجابكم. إيه كمان يا دعاء؟ جميل حنان إن إحنا فقراتنا بتكمل بعض، يعني أنت بتتكلمي على موضوع خاص مهم جدا وهو الأسرة أي المجتمع، أنا بتكلم في موضوع عام بنحاول كل فترة إن إحنا نسلط الأضواء عليه لأنه مجال مهم جدا. أنا بتكلم عن تنشيط السياحة، وهو موضوع فعلا بدأ مؤخرا وبدأنا ولاحظنا إن بيتم تنشيط السياحة، بنشوف بيتم بناء بنية تحتية من أجل هذا الهدف، بنشوف محافظات بتتحول لمحافظات سياحية للجذب السياحي. أنا بتكلم عن تنشيط السياحة لأن كلنا عارفين إن بتأثر تأثير شبه سريع جدا أو فعلا سريع ومباشر في الدخل القومي والاقتصاد المصري. مش كده بس، هي بتنشط لما بيتم تنشيطها بتنشط مجالات أخرى بجانبها، ده طبعا بالإضافة لتشغيل الأيدي العاملة ومميزات أخرى كثيرة. ده بالنسبة لموضوعي. الموضوع التاني عند حنان بديني هنعرفه دلوقتي. معايا موضوع تاني يا دعاء برضه هو موضوع خاص بالأطفال، وهنتكلم فيها عن أسنان الأطفال والعناية بالأسنان. ده أمر مهم جدا جدا في العناية بالصحة بشكل عام. عن أسنان الأطفال وكيف نعتني بها منذ الصغر هتكون معانا فقرة مهمة. مهم جدا أسنان الأطفال. إحنا كلنا كأمهات قد إيه عانينا إن إحنا لو تم إهمال الأسنان في فترة معينة خلاص بيبقى إن إحنا نلحق بقى نعمل شغل فيها ونعالجها بيبقى صعب، ففي الوقت المناسب إن بيتم علاجها ده موضوع مهم جدا. أنا بستكمل حديثي عن السياحة لأن النهاردة أنا هنشط أو هتكلم عن تنشيط السياحة الداخلية، الجزئية دي بالتحديد. السياحة الداخلية على فكرة مهمة جدا، إيراداتها كثيرة، وبالفعل مؤخرا كانت السبب في تحقيق أرباح كثيرة. السياحة الداخلية ميزتها إن هي مختلفة متنوعة، تنفع جميع الأعمار جميع الفئات. يعني أنا لو عايزة بميزانية معينة أروح أعمل رحلة أنظم رحلة ممكن قوي أعرف. وعلى فكرة أنا النهاردة هيكون سؤالي إزاي أنظم رحلة ورحلة اليوم الواحد بالتحديد. في أماكن على فكرة إحنا الكبار ما شفناهاش، ما نعرفش إنها موجودة في مصر، إحنا ما اكتشفناش كل حاجة، وأطفالنا بالتالي ما شافوهاش عمرهم. هنعرف الأماكن دي، هنعرف لو أنا عايزة المناظر الطبيعية هلاقيها، السياحة الثقافية هلاقيها، كل أنواع السياحة هلاقيها، سياحة شواطئ طبعا، كل أنواع السياحة ممكن ألاقيها موجودة عندنا هنا في مصر، وأجمل من بلاد أخرى كثيرة جدا وطبعا أوفر. فده هيكون إن شاء الله تركيزي عن السياحة الداخلية من خلال لقائي. بكده إحنا استعرضنا مواضيع كل لقاءاتنا النهاردة معاكم على الهواء. عندنا فاصل دلوقتي، بعد الفاصل هتلتقوا مع حنان بديني وفقرة الأخبار. كرام بنرجع مرة تانية ونبدأ مع حضراتكم عرض سريع لمجموعة من الأخبار. وأول أخبارنا بتقول سند الخير تجوب المناطق الشعبية والأكثر احتياجاً.
أكد سيادة اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية استمرار فعاليات مبادرة سند الخير والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس عام 2022 وحتى الآن لتصل إلى أسبوعها 67 وذلك لتوفير السلع الغذائية في الأحياء الشعبية بأسعار تنافسية تناسب الجميع. الخبر الثاني، وزارة العمل. وزارة العمل تسلم 95 عقد عمل لذوي الهمم بالإسماعيلية. أعلنت وزارة العمل عن تسليم 95 عقد عمل لذوي الهمم في محافظة الإسماعيلية وذلك في إطار خطة الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظات. مشاهدينا الكرام، وبكده انتهت أخبارنا. وإذا كنا بنتكلم عن تنمية مستدامة، إذا كنا بنتكلم عن مبادرات، إذا كنا بنتكلم عن مستقبل أفضل لمصر، فلا تنمية ولا مستقبل بدون الاستثمار في البشر. وأهم جانب من جوانب الاستثمار في البشر هو التربية السليمة، لأن زي ما دايما بنقول أطفال اليوم هم شباب الغد ورجال المستقبل. الفقرة القادمة فقرة مهمة جدا، هنتكلم فيها عن التربية السليمة وكيف نربي أبنائنا تربية سليمة. فاصل سريع ونرجع مرة تانية ونبدأ أولى فقرات.